ثمة تلفزة هناك كبيرة وهي التي خير لها مديرة. ثمة تلفزة هناك كبيرة وهي التي خير لها مديرة. شالت على جميع تلفزاتنا وقال بعضهم كما قد دونا بأنها سوف على الجزيرة تشيل أيضا إن أرادت خيرا. وفي الأخير فمع السلامة فالطول مغسول على الدوام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شاكر شلوح ذا التكريم غير خالع عليه كونها قالت عنها هي كذب جريدة في العام. تفردتم بتكريم لمن قد غدوا في العام معلمة تلوح، وأما ما به خصصتموني فشيء ذاك في شيء يلوح. تفردتم بتكريم لمن قد غدوا في العام معلمة تلوح، وأما ما به خصصتموني فشيء ذاك في شيء يلوح. لا شيء يلوح الشمس. بدوري نشكر موقع شلوح الشي ويقد يعود كما قلت له السنة الماضية أني نشكره لأنه هو في الحقيقة أول مؤسسة وطنية تكرمني وتعطيني دفعة أكثر حتى أنهم داروا في راسي نعد بالسياسة. السنة الماضية قال يلا تقعدين نائب، قلت له لا أنا ندور شيء أكثر من ذاك زايد على ذاك. وهاي الله هنا شي روح شي قد تعود متخلطة شوية مع الولاية والليلة راهم تولاولي بالرئاسة إذا أراد المؤمن الثريا لنا لها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السادة النواب، السيد عمدة مقاطعة عرفات، السيدات والسادة. بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، السادة النواب الناجحون هذا العام، السيد عمدة مقاطعة عرفات، السيد المدير العام باسم الحقوق الوطنية والضمان الاجتماعي، السيدات والسادة الصقاطة، السادة الصحفيون، السادة الزملاء المشمرية، السادة والسيدات الذين شالوا رأسنا عامة هذا العام. إنها المرة الثامنة التي ندعوكم فيها لا يشقنا إلى مثل هذه الحفلة العادية مثل حفلة بول، ولنا مثل الخير ولله المثل الأعلى. وكما قلنا لكم في العام الماضي والعام الذي قبله فإننا لا نعرف هل سوف ندعوكم مرة أخرى يفرحون بالخاب نظرا لكثرة الفضة وتدني أسعار المواد الغذائية وارتفاع الأجور ومقاطعة المنسقية المعارضة لهذا الاستفتاء ظنا منها أنه تصويت على البرلمان والبلدية. إن مادة أدلقان أصبحت من الاهتمام الساسة خاصة في أوساط العربية الرئاسة التي مدعمة وتقل مادة أدلقان وتكفر بحسب القرب من مراكز صنع القرار. لذلك فأدلقان رئيس حزب الاتحاد من الأكثر مثلا أكثر من أدلقان رئيسة حزب الحراك الشبابي. وتنصهر هذه المعادلة طرديا في بوتقة لا شعور المنبثقة عن السلس الحاصل في فسيفساء الأنام الجمعي للمحروقات الديمغاجية والارتدادات لديك الآلية المتحسن بها كذا. أخا مد هذا راجل فضيل بعد جاب لك شيء نشوفه به احنا بنا حتى اللي راح يمشي. وإننا من هذا المنبر نحمل منسقية المعارضة مسؤولية المستنقعات التي لا تزال موجودة في الصفحة والميناء، كما نحملها مسؤولية الفصل التحسفي لعمال شركة تازياز. وقد قيل لنا أن أحمد الدادة هو الذي يقوم تحت جنح الظلام بتهراد الطرق المعبدة في نواكشوط حتى أصبحت غارا واحدة. وبهذه المناسبة فإننا نحمل قادة منسقية المعارضة المسؤولية عن أي خسارة قد يتعرض لها المرابطون في كأس إفريقيا المحلية. السيد الرئيس، السادة النواب، السادة المنادون لهذه الكركارة، السيدات والسادة الصقاطة، السادة الصحفيون، السادة الزملاء البشمرية، إن هذا الحفل الذي أنجزناه بموارد ذاتية هاك بعيدا عن التمويلات الأجنبية بفضل توجيهات فخامة القيادة الوطنية النيرة وتحت إشراف معالي الوزير الأول والتالي، إذ تمكنا من تحسين آليات التحصيل الجبائي وأنجزنا أكثر من 80% من برنامجنا، وسوف ننجز النسبة المتبقية في الساعات المتبقية من هذه السنة بحول الله. السادة والسيدات، إننا نذكركم كالعادة أننا في شلوح حبشي
رغم كهرات بطاسنا وهواننا على الناس أننا لا نلحلح لأحد ولا نقول شيئا خاسرا لأحد ولا نقول شيئا صالحا لأحد. وعليه فإننا نناشد فخامة القيادة الوطنية أن يترشح للرئاسيات القادمة، وإذا انتهت مأموريته القادمة أن يترشح لمأمورية أخرى. أيها السيدات، إن ارتفاع نسبة العنوسة في بلادنا إلى مستويات خطيرة راجع بالأساس إلى كون الزواج ليس مدعوما من طرف الحكومة، مما يجعلنا نطالب فخامة القيادة الوطنية الحاج محمد عبد العزيز بفتح تكاكين أمل للزواج، الأمر الذي سيحد من نسبة التضخم ويوفر 50,000 فرصة عمل دائمة و100 فرصة عمل مؤقتة. السادة والسيدات، سموا واصرطوا واربطون عائلكم السترة والسماء، لا جعله الله آخر عهد بيننا، حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا نزورتون عدو الصف لك على ما احجبش إذا محمد غلام هيشته انكسرت سوف نحاول أن لا يتعطيها لهم إلى طرف هذا الصالح خارج شبيه مهم على كل حال عندنا باش نبدلوها لا نعرف أن نعمة من الكرام الصحفيين جرعة نعرف أنه يقدر يقدم إلى العمر لكن بعد حتى يوم محاولة لا لا هاي سليمة لك استهداف للنواب تقي ذاك الغيظ كنت قاعد وزين على مرض ماشي نحن أنا مستعد للحراف قد هل طلبتم الناس؟ نحن نحاول أن